حلقة اليوم كانت تختص في العادات والتقاليد في شهر رمضان المبارك وكيف كانت في الأعوام السابقة وفي الماضي. لله الحمد تم تطرق إلى العديد من المواضيع، العادات التقاليد، كيف كانوا يستبشرون بشهر رمضان المبارك، كيف كانوا يستبشرون بعيد الأضحى وعيد الفطر المبارك. هذه المجالس تأتي تحت إشراف دار الشؤون الضواحي والقراء وتتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه لتوطين أسس الترابط الاجتماعي والتماسك الأسري في إمارة الشارقة. معهد الشارقة للتراث يحاول أن يحيي كثير من تقاليد الحياة القديمة، ومن هذه الحياة أيضا المجالس. المجالس الرمضانية الآن منذ سنوات طويلة نحاول أن نعيدها. في رمضان هذا العام لدينا 4 مجالس تركز على العادات والتقاليد وعلى التربية القديمة وما يسمى السنة، وعلى أيضا كثير من الأمور والتقاليد التي تعتبر إيجابية وتنمي من المجتمع. هذا مجلسنا الأول اليوم، وتكلمنا عن بدايات رمضان وبعض العادات من المأكل والمشرب وغيرها في رمضان، وعادات التزاور والتعايش. وإن شاء الله في المجالس القادمة، وهي 4 مجالس، سوف نركز على كثير من الأمور التي نود أن يحضر الجمهور لتلقيها إن شاء الله. عينك على العالم.